تم الاحتفال بأشندة لمدة 3 أيام من 22 حتى 24 من شهر أغسطس في جميع أنحاء تيغراي تحت شعار أشندة من أجل العدالة والشفاء وإعادة الإعمار في تيغراي. وتم احتفاله أيضاً في مدينة مغلي ومدينة أبي عدي بشكل كبير، حيث حضر أبناء تيغراي المغتربين والزوار من جميع أنحاء العالم. كما تم الاحتفال بأشندة في مختلف أنحاء العالم من قبل نساء تيغراي المتواجدات في الخارج، وعبرن لنا المغتربات عن أشندة كالتالي. أشندة مالتنا عاي بتعمي كافتوم زفوت يوم بعالات. أشندة بالنسبة لي هو يوم مميز وإحدى الاحتفالات التي أحبها. احتفال أشندة هو احتفال ثقافي وديني، وفي يوم أشندة أخرج مع صديقاتي وألعب بحرية، وأكون متزينة بالملابس والإكسسوارات التقليدية، وأظفر شعري، ولا أريد أن أتوقف عن الاحتفال بأشندة أبداً. يجب أن نري ونعرف عن ثقافاتنا للعالم، وإحدى ثقافاتنا هي احتفالية أشندة، وعن طريق هذه الاحتفاليات سيعرف العالم عنا، وبهذه الطريقة يمكن أن يكون مصدر دخل لنا وينفعنا اقتصاديا. في هذا الوقت شعبنا يتواجد في سلام نسبي، ولكن رغم ذلك لا يزال لدينا العديد من الشعب الذين يعيشون تحت احتلال القوزات ولا يزالون يعانون. وهناك نازحون تفرقوا عن عائلاتهم وتشتتوا، وتزداد معاناتهم يوما بعد يوم. وهناك من يعانون من المجاعة ونقص الدواء، ويجب أن يجدنا إخواتنا وأمهاتنا اللواتي تم الاعتداء عليهن العدالة وتنتهي معاناتهن. ونحن سنحتفل بأشندة هذا العام لنكون صوتاً لشعبنا، ويجب أن نتحد لكي يشفي نساء تيغراي والأمهات والشابات، ولهذا سنعمل على مساعدتهن وإعادة إعمار تيغراي. وعرف أنه تم احتفال بأشندة في أنحاء العالم بكون صوت للشعب في تيغراي الذي لا زال يعاني، وبالأخص النساء في تيغراي اللواتي لا يزلن يعانين على أيدي القوات الإريترية والأمهرية.